طيب قلبي منورين، يا رب تكونوا سامعيني في البدايه والسلام عليكم. صلوا على النبي كده في البدايه. النهارده هنعمل السويسرول بطريقه سهله قوي قوي قوي، وهديكوا اقل كميه مقادير عشان لو حد جربه ما ظبطش معاه، بس لو مشيتوا زي ما انا قلت بالظبط هيظبط معاكم 100%. اول حاجه ده الصاج اللي عندي، مقاس كام مش مكتوب عليه مقاس، للاسف مش مكتوب عليه مقاس، بس هو ده صغنون اهو. حلو، حطيت في ورقه اي ورقه عندي، وعندي المقادير بقى. ركزوا معايا في المقادير، بيضتين اهو، بيضتين بس، ومعلقه محسن جلي كبيره، ورشه ملح، ده ملح هيمالايا، وفانيليا، والبيكنج باودر نص كيس، يعني معلقه اهو، ده واخده نص الكيس، كيس واخده نصه بالظبط، يعني معلقه صغيره. وعندي نص كوبايه ميه صغيره زي ما انتم شايفين كده، ونص كوبايه سكر، وكوبايه دقيق. هي دي مقاديرنا، سهله جدا وسريعه. الحشو بقى براحتكم، ممكن تحشوه مربى، ممكن تحشوه نوتيلا، ممكن تحشوه جناش، ممكن تحشوه كريمه. انا بعد ما اخلصه هشوف هنحشي ايه بالظبط. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والمقادير عندي البيض اهو في البدايه، بس اشغل الفرن ونرجع نكمل. حطينا البيض، نحط السكر، بسم الله ما شاء الله اهو، والفانيليا. يا صدفه انا ما عنديش عجان، مضرب يدوي ينفع او مضرب كهرباء، لكن خلاط ما ينفعش وكب ما تنفعش. بسم الله. بس كده اهو. بص بقى القوام بقى عامل ازاي. بص القوام اهو. نحط بقى الايه؟ المحسن. ده محسن جيلي بيباع عند محلات خامات الحلويات او عند اي عطار. بصوا عامل ازاي فازلين ازاي؟ هو ده. معلقه اهي. ايوه كده. نضربهم بقى مع بعض هنلاقيه نفش وعلي واتنكش كده وبقى حاجه اخر منجها. بسم الله. بصوا بقى اهو بقى زي الكريم شانتيه. احنا عايزين نوصل للقوام ده، لما نوصل للقوام ده شويه ميه صغيرين قوي، شفتوا ده فنجان قهوه واخده نصه بالراحه كده عشان الميه ممكن تنطر، فبالراحه كده نشغل بقى. احنا عادي خليت معايا عامل ازاي، نقلبه تقريبا كده كويس. بصوا بصوا ده القوام المظبوط للسبونج كيك. وصلنا للمرحله دي، هنعمل ايه بقى؟ قدامكم حل من الاثنين، يا تحطوا الدقيق وتقلبوه بايديكوا، يا تقلبوه بمعلقه، يا اما تحطوه وتقلبوه تقليبه واحده بس في المضرب. انا هسهل على نفسي، ادي الدقيق اهو، بسم الله، ورشه ملح، وادي البيكنج باودر. نلم بقى كل ده، تقليبه واحده بس. بسم الله. كده لوز. بسم الله. ايوه كده. نروح بقى كده ننزل ده كده كله كويس. تغمض ليش عين غير لما ادوه تقليبه بايدي. يعني انا دلوقتي هضطر ادوه تقليبه بايدي كمان. تغمض ليش عين كده الا لما ادوه تقليبه بايدي. احس ان المكونات كلها دخلت في بعضها، وبحس بقوام العجينه بايدي. ايوه كده. بس طلع على حضر جمال النبي اهو. بسم الله. ايوه كده. نسوي العجينه بقى. الخليط طلع كتير ما شاء الله، نضطر بقى ان نحطه في صينيه اكبر.
بصوا خدت الصاج الكبير بيضتين بس، شايفين؟ حطها في الفرن درجة الحرارة 180 لمدة من 10 ل 12 دقيقة بس عشان يستجروا عليه. دخلها الفرن وارجع لكم. في الرف اللي في النص على الشبكة اهو، بصوا تحت فاضي، في الرف اللي في النص على الشبكة نحطه بقى ونسيبه براحته. حبيب قلبي فات بالظبط 8 دقايق، بصوا استوى زي الفل ازاي، نطلعه بقى ونسيبه يغلي وبعد كده نشوف هنشتغل فيه نعمل ايه. بردت، انا عاملاها بقى لي ساعة، حلوة اهي ما شاء الله. بصوا ممكن تقشرها ممكن لا، انا هشوف لو محتاجه تتقشر، لا بس مش محتاجه تتقشر، شيتها رقيقه مش هتبان. بصوا بقى احشوها بقى زي ما تحبوا، مفيش حاجه اسمها تطلع نغطيها بفوطه ونحطها ونلفها وهي سخنه، لا الشيف المتمكن يعمل الحاجه مظبوطه. شيل بقى كله، ولم بقى اشيل القشره دي كلها بقى. ايوه كده، عارفين طبعا الفرن عندي حامي بس الحمد لله. انا عندي الكلام شانتيه اللي هي دي، هفرد كده حبه منها، طعمها حلو بصراحه. حلو، ومن بره مش هحط عليها حاجه، هقطعها كده حتت صغيره زي الكيكه من غير من بره حاجه، عشان هما مش عايزين من بره عليها حاجه. الحشو بقى ده بتاعك انت، انا عامله كذا طريقه الحشو السويسرول، وعامله جاتوه مقطعه قطع كده، انا هقطعه قطع مدور صغنن كده، ممكن تحشوه مربى وتقطعوه كده بالمربى، بس انا هحشيه فوق الكريمه واحط طبقه مربى. الكريمه دي طعمها حلو جدا غير الكريم شانتيه بتاعنا خالص. حط بقى طبقه مربى هيرو دي اللي انا بحبها. ونفرد بقى بالراحه كده اهو، صدقوا فوق كنت هرس المربى، ما ياخد المربى هرسها في طبق. ايوه كده، ما تبقاش قطع كده، مش المربى دي كانت في التلاجه. ايوه كده، ايوه كده، حلاوتك يا وديع. الكيكه دي خفيفه قوي وسريعه وسهله، ما بتحتاجش انك تبيتيها لتاني يوم ولا اي حاجه. والحشو ده بتاعك انت بقى، عندك شوكولاته، عندك كريمه، عندك مربى، اي حاجه عندك ممكن تحطي فيه ايس كريم وتقطعيه وتحطيه في الفريزر برضه براحتك. بس كده كده لوز قوي، لوز لوز. نعمل بقى ايه؟ بسم الله نبدا نلف نورون كده. حلو، نورون كده وصلنا للحد الاخير كده اهو. بقى ماسكين السكينه كده، عايزين ناحيه اطول من الثانيه، ونروح مقرطين كده عليها. في الثلاجه شويه وبعد كده نقطعها وبس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، انا مش هديها حاجه من بره، ده بس ايه كده، مش هديها كريمه. ممكن عايزين تديله كريمه من بره، ربنا مش هديله حاجه، انا هكتفي
ده عشان احنا مش عايزين كريمه كتير، حتى الكريمه اللي فيه جوه اصلا خفيفه جدا بس حلوه. الشكل دي تلمع قوي قوي قوي، بس ادوق. حلو قوي دي كده. نجرب دي بقى، بص كده التاني حلو قوي. بص بقى هو عامل ازاي. عايزين بقى قطعها اكبر اصغر براحتكم. انا عاملاها زي نظام كيكه كده، تست الكريمه الحته اللي حطيتها مع المربى حلوه قوي. بجد بجد لازم تجربوها. بوتين بس، بصوا بوتين عملنا قد ايه ما شاء الله. بصوا بصوا الكيكة دايبة ازاي، وبيضة وهشة ازاي وناعمة. يا عالجمال ست بيضات يعملوا لكم 3 صوابع زي دول. ممكن تحشوها جناش نوتيلا، بجد حلو قوي. عايزين بقى تعملوها جاتو قطع كبيرة، تحشوها كريمة كتير وتقطعها لحتة كبيرة، يعني حتة تكون كبيرة كده مثلا. بجد عبقري، جربوا يا جماعة، النبي جربوا. عم بدكم تسيبوا سرعهم، اختاروا بقى المرة الجاية البسبوسة ولا الزلابية ولا صابع زينب، ردوا عليها.